اسمح لي غلط، حيت انا قلت غلطي لا عقلتي لا هتلر. هتلر عقل عليه التاريخ، التاريخ يعقل على اي حدث حلم كبلتها، والتاريخ يعيد نفسه بنفسه. محمد الخامس الله يرحمه جديد برحمات، والله يرحمهم اجمعين. جاء عنده هتلر وقف على محمد الخامس، واش قال محمد الخامس؟ هذاك هذوك الشعب اللي عندك تما تعطيهم ليا، وشكون هما هذوك الشعب اللي عندي؟ هذوك الشعب اللي عندي راه شعبي. جاك يطلب اليهود قالوا اليهود ديال العالم راه حرقت مع محمد الخامس، يوم اللي شافوا طالع طالع هو يولي يرطم معاه شويه، هذا راه هتلر كيرطم مع محمد الخامس. هو قال له دابا راه درت على العالم، دوك الشعوب دوك الاسرائيليين اللي كانوا في العالم راه حرقتهم، راه بقاو اللي عندك محمد الخامس. الله يخليك الله يجازيك بخير اللي ما عطيهم ليا. قال له شوف انا يلاه ساليت مع ولاد بورقه، ولاد بورقه هما اسبانيا اسبانيون اللي باقيين دابا كيقول لك جزيره ليلى وجزر كناري وجزر جعفريه ومازال جبل طارق عند الانجليز. هذاك راه ديالنا هذاك، والله لا تخليت عليه، والله لا تخليت عليه شفر من ارضنا بالله. قسمتكم بالله وهذا رمضان واليوم الحد، والله تنحد راسي العمر تما على ذاك جبل طارق، الا ما رديتوش المغرب تما نخلي دمي فايض ونجيب حالتي. مشى عند الله. واخا محمد الخامس الله يرحمه مسكين وجد دار برحمات اش دار لهتلر؟ قال له شوف اسيدي سير بحالك، رجع منين جيتي؟ راه المغرب بزاف عليك باش توصلوا لانت ولا غيرك. قال له راه الجندي اللي بقى ليا غنحروا معاك، وهذا السيف الى نحرتيني الله يهنيك، راه انا بنفسي راه غنجاهد معاك تلقى حتى اخر نقطه من دمي على وطني. الرجال كي دايرين؟ الرجال اللي غيخدموا البلاد والرجال اللي يعزوا البلاد. راه مات الله يرحمه مسكين، ولكن راه ما خممش في نفسه، خمم في الاسره العلويه الشريفه والوطن ديالو وشعبه يعيش مزيان. ها هو الشعب ديالنا دابا طل نظر دابا الشعب ديالنا كي داير. خطه محكمه خططها محمد الخامس واستبقها الحسن الثاني الله يرحمه مسكين وجدد عليه بالرحمات. كيفاش داك السيد كتشوفوه كيمشي بالساعات وهو كيخطب صحابيه ديال الجزيره؟ انا شفتها مباشره عليك والله العظيم، انا شفتها مباشره. واحد الصحابه ديال الجزيره داير هو الكارو دايرو مقلوب وشاد بريكه بجيه ودير الكارو مقلوب، وقلت له اجيه انت علاش كاع الشعوب كاع الدول تقلبت حتى شعبك انت ما عمرو دار شي حاجه مالو؟ قلت له وما بغاش يجاوب. هذيك اللحظه اش قال لها؟ شد الكارو قلبو داير فينتر من ليه وشادو منها مقلوب وجبد البريكه وبغى يشعل. هي تقول له او الحسن الثاني وانت راه الكارو دايرو مقلوب وغاتشعلو مقلوب وراه غاطلعك داك الشيء وراه غيحرق وراه غيكويك في ريدك. ايوا قال لها ايوا عرفتي دابا علاش؟ هذا هو الجواب ديالك، انت جاوبتي راسك بنفسك على هذا الشيء. هذا هو بلادينا ما كيبقى فيها لا حتى شي حاجه بهذا الشيء. هذا قال لها شعبي انا مؤمن وكله بوليس كله جندار كله قيامه هو منه كل شيء. وقنعتي دابا يا الله يعز الرجال. وجا محمد الثاني الحسن الثاني مسكين الله يمات مات الله يرحمه، ولكن راه باقي العلويين الشارع الشرفاء خلفاء الله في ارضه خالفة الله في ارضه، راه ما فيها لا لا خالفة الله في ارضه. الله سبحانه وتعالى بغاه جعلوا مالك خليفة ديالو في أرضه. أنصتوا له كيفما قال لكم، الطريق اللي قال لكم غتبعوها، أي حاجة قال لكم غديروها، والصحراء مغربية تبقى مغربية إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. أرضنا راه ما غنتخلاو على شبر من أرضنا، ما غنتخلاوش عليه أبدا. هاي كذب عليكم كذابة خوتي يقول لكم شبر ديال الأرض ديالنا نتخلاو عليه، عرفتوا علاش؟ حيت دابا داك الجبل جبل ترومبيك، وعرفتي جبل ترومبيك شنو على كم مياه هائلة هائلة عاد باش عاد تعم المغاربة كاملين، الفضل ديالها غادي يعم المغاربة كامل. عاش ما ترومبيك بوحدو اشنو فيه؟ والخيرات وفيه اللي كاينه الكنوز، وكنز بن العلقم عرفتوا بن العلقم كانوا الكنوز ديالو كيهزوا المفاتيح ديالو كيهزوها بالقوة والعصبها باش يحلوا على البيبان. لا حول ولا قوة إلا بالله. استودعكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا محمد السادس مالك المغرب أعزك الله ونصرك، اللهم يا ربي كن لا عونا ونصرا وانصره وعينه على أي عدو يريد أن يتعرش ببلادنا فتصدى له يا خالق الأرض والسماوات. محمد السادس وقف وجه إسبانيا، وقف وجه ألمانيا، ألمانيا ركعت حطت جبهتها الأرض، قالت له داك الشيء اللي قلتيه اللي قالوا المغرب هو اللي كاين، ما عرفتيش علاش؟ حتى هي راه طمعت في جبل ترومبيك، حتى هي بغات دي منه. اسبانيا راه حتى هي حنات الراس، عرفتي علاش؟ حتى هي راه طمعت، بغات حتى هي من جبل ترومبيك، وبغا هذوك الجزر سبته ومليليه بغات تبقى مفتوحين، وبغاو يبقاو العبيد ديالها
عندنا في المغرب بغات على الطريق، هي راه بغات على الطريق تلقى مني ندوز في المغرب، هي راه عارفه هما راه قاريين التاريخ خير منا حنايا، عارفين غيجي واحد الوقت غنسدوا عليهم غنجريو عليهم، ولكن دابا هما تيحاولوا يبقاو قراب منا باش يبقاو عايشين معنا، حيت الا حطيناهم حنا راه حنا كنا كنسميوهم عاولا البرقه، راه ما عندهمش هما، ولا الناس طلعت اسبانيا، راه اسبانيا طلعت على دار المغرب، وفرنسا طلعت على دار المغرب والجزائر، هادشي اللي كاين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.